في حضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة، أقيم بعد ظهر اليوم السباق الثامن لهذا الموسم. وأقيم السباق على كأس إبراهيم بن سعد الرماحي وكأس الوسمية للجيادة العربية وكأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفا بالصخير. حضر السباق عدد من أصحاب السمو وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل. هذا واشتمل السباق على 7 أشواط، وتم تتويج الفائزين، حيث قام توفيق شرف العلوي مدير عام نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس الوسمية للجيادة العربية للمضمر فوزي ناس، وقدم إبراهيم وعبد العزيز حمد الرماحي كأس إبراهيم بن سعد الرماحي إلى المالك سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة، كما تم تقديم هدية تذكارية للمضمر الفائز عباس الموالي والفارس حسين مكي، كما قدم توفيق العلوي كأس نادي الفروسية وسباق الخيل للشوط السابع للمالك رائد علي عبد الله.